هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون بعض ردود فعل المواطنين إزاء العملية الأمنية في كرداسة. نتابع المزيد في التقرير التالي. حصل في كرداسة كان لازم يحصل من زمان مش من دلوقتي. لازم الشرطة والجيش يفرضوا سيطرتهم في البلد كلها عشان يطهروها من كل اللي فيها ده. لما الشرطة في مصر تشوف شغلها ومش هيبقى فيه إرهاب ولا هيبقى فيه بلطجة، أعتقد إن ده هيبقى مؤشر لاقتصاد قوي في مصر. غير كده البلد مش هتشوف خير نهائي. يعني عدم الاستقرار الامني في مصر هو اللي مش مخلي السائح ينزل مصر، هو اللي مش مخلي رجال اعمال يشتغلوا، هو اللي مش مخلي مصانع تطلع بضائع على الطريق عشان توصل لاماكن بعيده. كل ده عدم استقرار امني بيؤدي الى ان البلد بترجع لورا وما يبقاش فيها اقتصاد متين. لو حبيتوا تقضوا على البؤر الاجراميه في كرداسه او في ناهيه او في المعتمديه، لابد ان احنا نرجع الاول ونعالج لب المشكله. لب المشكله ان القرى دي كلها ما فيهاش مراكز توعيه، ما فيهاش مراكز شباب صحيه، ما فيهاش انديه ثقافيه تؤهل الشباب. فللاسف الشديد تركنا الشباب للشوارع وللبعض المنابر او المساجد او الزوايا اللي هم بيبصوا التطرف. الشرطه هي في الاول سكتت ليه؟ يعني عشان ايه تسكت الشرطه وتخلي المشكله تكبر وتتوسع كده في المنطلق ده؟ على اساس كده احنا بنقول يعني ليه يعني واحنا مع الشرطه في تطهير مش كرداسه بس، ده تطهير من اول القاهره لحد اسوان. احنا كشعب مصر بننبذ الارهاب، ما بنحبش حد يبقى ارهابي في وسطينا. موضوع كرداسه ده كان لابد ان هو يتم، لان طبعا ارهابيين. انا عندي العسكري الواحد ليس له ثمن، لا يعني لا يقدر بثمن، انما انا اشوف المنظر ده بعينيا انا واطفالي. انا ذهلت يعني ان الاقي جنود بالطريقه البشعه يتعامل معاهم الارهابيين المجرمين اللي هم ليس لهم صله بالاسلام. احنا طبعا بنرفضهم وعايزين طرد، عايزين طرد الجنود دي من الارهابيين باي طريقه. انا مش عايز اشوف ارهابي ولا في كرداسه ولا في ناهيه ولا في اي حته على الارض المصريه. انا ضد الارهاب ايا كان، ضد الارهاب، مش ضد فئه معينه من الشعب. أنا ضد أي إنسان يبقى بيحاول يخرب، بيحاول يهدم. فلو الإنسان ده بيهدم شعب وبيهدم بلد، أنا شايف إن هو ما يستحقش الحياة أصلاً.